إذا قلت اللهم ارحم والدي وأفسح لهم ما في قبريهما ونور لهم ما فيه، أفسح للوالد في قبره والواردة، فأدخلت السرور عليهما وأحسنت إليهما. الوالدان أحوج ما يكونان إليك الآن بعد الموت، فتشحذ همتك على أن تكون خير والد لوالديه وخير ابن وخير بنت لأمي أبيها، لا ينسى ولد. وأحسنت ولا تنسى أبدا، طالما صنع إليك المعروف وطالما أدبك وطالما أطعمك وطالما سقاك بإذن الله جل جلاله، وطالما هذبك وطالما قومك وطالما أرشدك وطالما أحباك. مهما قسى الوالدان عليك فالله وحده الذي يعلم مقدار حبك.